تخيل ان في يوم من الايام جارتك بتجيلك وهي معاها صندوق، والمفترض ان الصندوق ده فيه العاب جنسيه، وبتطلب منك انك تشيله عندك لمده كام شهر، ولكنك بعدها بتشم ريحه مقرفه جايه من الصندوق، وبتكتشف مصيبه كانت متسابه جواه. فالنهارده بقى انا جاي لك ومعايا قصتين من اغرب قصص الاختفاء المرعبه اللي انت ممكن تكون سمعتها او هتسمعها في حياتك، وبالذات القصه الثانيه اللي احداثها هتثبت لك ان في غموض في العالم وكائنات ثانيه احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. القصص دي كلها حقيقيه 100%، وانصحك لو انت من الناس اللي بتخاف انك ما تتفرجش على الفيديو ده بالليل او لوحدك. وعشان ما نحرقش كتير حضر حاجه تشربها وريح ظهرك، ويلا بينا نبدا. بسم الله. بتبدا القصه في يوم من ايام شهر ابريل سنه 2019، لما ست في الثلاثينات من عمرها اسمها ماري كانت واقفه في المطبخ عماله بتحضر الاكل، بتقطع خضار وحاجات كده، وبعد شويه بتلاقي الباب بتاع شقتها بيخبط، ولما بتروح تفتح بتلاقيها جارتها اللي عمرها 61 سنه اللي اسمها كارمن. كارمن كانت ست طيبه ولذيذه ومعروفه بين الجيران ان هي كانت بتوزع عليهم ماكولات اسمها كراكتس، ودي حاجه كده اشبه ما تكون ممكن تقول بنوع من انواع المعجنات المقليه، واللي بتكون اوقات محشيه من جوه وغالبا بتكون محشيه باللحمه. كارمن كان من العاده بتاعتها ان هي دايما بتعدي عليها وبتدي لماري صينيه مليانه بالكراكتس اللي هي بتحبها، لان هي كمان كانت معروفه عنها ان هي شيف قويه جدا. فبعد ما ماري بتفتح الباب وبتلاقي كارمن قدامها بترحب بيها، ولكن كان في حاجه غريبه المره دي. كارمن كانت واقفه شايله في ايديها صندوق كبير، وفوق الصندوق كانت شايله زي صينيه وموجود فيها الكراكتس. ماري بتسالها بتقول لها عامله ايه وازيك، فبتلاقي ان كارمن فيها شيء غريب، متوتره مش على بعضها، ولكن ماري لما شافت الاكل فهمت ان هي جايه تمسي عليها بيه، فاخذت الصينيه منها ودخلتها جوه، ولكن لقيت كارمن لسه واقفه قدامها. فكارمن بتقول لها انا هطلب منك طلب وانا محرجه شويه وعماله بتبص في الارض كده. فماري ما كانتش فاهمه، قالت لها اتفضلي اطلبي. قالت لها شايفه الصندوق ده؟ والصندوق كان ملفوف من فوق لفه كانه هديه. ففي البدايه ماري كانت مفكره ان الصندوق ده صندوق هديه جايبه لها، ولكنها قالت لها لا انا جايبه لك الصندوق ده عشان تشيليه عندك. فماري ما كانتش فاهمه، قالت لها ممكن اسال الصندوق ده فيه ايه؟ كارمن وشها محمر وتحسها ان هي في حاجه مش مظبوطه فيها، بتقول لها بكل خجل ان الصندوق ده هي شايله فيه العاب ممكن نقول عليها العاب جنسيه، او خلينا نسميها العاب البالغين. فماري اتصدمت كده وبصت لها اللي هو ايه ده؟ كارمن المفترض ان هي زي ما قلت لك ست في الستينات من عمرها، عندها 61 سنه بالظبط، وعايشه مع صاحبها اللي برده كان عمره حوالي 67 سنه. فكارمن بتقول لها الالعاب دي انا جبتها انا وصاحبي من كام شهر، والمفترض ان احنا كنا هنستعملها يعني في الامور بتاعتنا، ولكن للاسف انا وهو انفصلنا من شهرين وخلاص ما بقاش ليها عازه عندي، ولكن انا كنت اشيلها في البيت، بس النهارده جاي لي ناس قرايب البيت وهتبقى في عزومه ممكن يبيتوا معايا كام يوم، فبصراحه مش هينفع اسيب الالعاب دي لان معاهم عيال صغيره ممكن يفتحوا درج او دولاب ويشوفوا الحاجه، وساعتها انا هتحط في موقف يعني محرج شويه، فمعلش انا جمعتهم كلهم في الصندوق ده واديتهولك واشيله عندك كام يوم وهرجع اخده منك. فماري بتكون محرجه مش عارفه تقول لها ايه، والست كانت طيبه معاها فبتقول لها مفيش مشكله انا هاخد الصندوق واشيله عندي وتعالي خديه في اي وقت انت عايزاه. وفعلا كارمن برغم ان هي زي ما بقول لك متوتره وشها محمر بتاخد بعضها وبتروح على بيتها. ماري بتقفل الباب وبتخش جوه وبتكمل يومها عادي كده. بيعدي يومين ثلاثه اربعه اسابيع، وحتى ان بدا يعدي شهور، وكل ده كارمن ما جاتش اخرت الصندوق اللي سابته عندها. فماري كانت بدات تفكر انها تفتح الصندوق وتبص على الحاجات اللي جواه، ولكنها كانت زي ما قلت لك محرجه. وفضل الوضع كده لحد شهر سبتمبر يوم 29، اليوم اللي اتغير فيه كل حاجه، لما ماري كانت واقفه عماله بتطبخ كالعاده، وبعدين بدات تشم في البيت ريحه غريبه، مش ريحه الطبخ لا، هي ريحه اشبه ما تكون كده بريحه حاجه معفنه، ريحه مقرفه جدا ما كانتش قادره انها تستحملها. بدات تدور في البيت كله عن مصدر الريحه، خافت مثلا يكون في فار او حاجه بايظه واقعه هنا او هنا، ولكنها ما وصلتش لمصدر الريحه، لحد ما بدات انها تقرب من الخزانه، انه خزانه اللي هي كانت شايله فيها البوكس، وفعلا لما وصلت عند الخزانه بدات تجزم ان الخزانه دي هي اللي طالع منها الريحه المقرفه، ففتحت الخزانه وابتدت تشم هنا وتبص هنا لو الاحذيه فيها حاجه لو الهدوم، ولكنها ادركت ان الريحه دي جايه من الصندوق اللي هي حاطاه فوق، فبتسحب الصندوق وبتحطه على الترابيزه وبتفضل واقفه عماله بتبص له، وعمال بتسال نفسها هو انا لو فتحت واكون كده خنت الامانه اللي متسابه عندي بتاعت كارمن؟ طب ما عدى اسابيع وهي ما جاتش اخرته، وممكن مش هتيجي تاخده ابدا، او يمكن نسيته، او يمكن ما بقتش محتاجاه. في النهايه اخذت القرار، لان الريحه زي ما قلت لك كانت لا تطاق، جابت المقص وبدات تفتح فيه، ولما بصت جوه الصندوق لقت فيه حاجه متغلفه بورق فويل كتير جدا، فابتدت انها تقطع ورق الفويل اللي كان طبقاته كتيره طبقه بعد طبقه بعد طبقه لحد ما اتكشف لها الحاجه اللي ملفوفه. ساعتها ماري بدات ترقع بالصوت وطلعت تجري وهي مرعوبه وبلغت البوليس. ودلوقتي بقى جه وقت كشف الحقيقه كلها، لان كارمن زي ما قلت لك كان عندها حبيبها وهو راجل عنده 67 سنه اسمه زوس، وزوس ده اختفى من شهرين وما كانش حد لاقي له اي اثر، ولما الغيبه بتاعته طولت اكتر الاسره بتاعته راحت للشرطه وبلغت عن اختفائه، فالبوليس جه البيت بتاع كارمن وبدا ان هو يسالها شويه اسئله عنه بما ان هي المفترض حبيبته يعني. كارمن في البدايه انكرت انها تعرف عنه اي حاجه وان هم منفصلين بقى لهم فتره، ولكن اللي حصل ان كارمن هنا اكتشفت ان هي في مصيبه كبيره ولازم تتحرك بسرعه، لان كارمن في الحقيقه
قتلت زوس باستخدام منشار كهربائي فصلت راسه عن جسمه، واخدت الراس سرقتها ولفتها في ورق فويل وحطته في صندوق. ولما عرفت ان البوليس جاي عشان يحقق معاها بعد ما كلمها، اكتشفت ان هي في مصيبه وكانت محتاجه تحط الراس دي في اي حته، وما ينفعش طبعا تحطها في مكبات الزباله اللي حواليها لان ممكن حد من عمال النظافه يلاقيها وساعتها هيعرفوا ان هي اللي قتلاه. فقررت ان هي هتروح تسيب الصندوق عند ماري جارتها، واختلقت القصه بتاعت ان في العاب للبالغين عشان تخليها محرجه من ان هي تبص على الحاجه الموجوده جوه الصندوق. وماري فعلا ده اللي حصل وشالت الحاجه عندها. كارمن لما اتقبض عليها ما انكرتش اللي حصل واعترفت بالجريمه بتاعتها، واتحكم عليها ب 15 سنه سجن. ولكن هنا في مشكله، ان البوليس حتى يومنا هذا ما وصلش لبقيه الجسم راح فين، وهي ما رضتش تقول لهم. ولكن في نظريات طلعها المحققين ان كارمن استعملت اللحمه بتاعت جسمه وكانت بتعمل بيها الكراكتس او المعجنات اللي باللحمه اللي هي كانت بتفرقها بكميه كبيره على الجيران. النظريه دي لو طلعت صح حتى لو بنسبه 1% فهو شيء مرعب. تخيل ان هي خلت الناس ياكلوا اللحم بتاعه. وبرده قولوا لي ايه رايكم في النظريه دي، وهل ممكن فعلا تكون صحيحه او لا. دلوقتي بقى نخش على القصه الثانيه، ولكن قبل ما نخش عليها في حاجه لازم نتكلم عليها، وده لان صحتنا الايام ديت بقت معرضه لتهديد كبير جدا بسبب كميه الاوبئه والامراض اللي عماله بتظهر كل شويه، واللي لو لا قدر الله اصبت بحاجه انت مش عارف تشخصها والدكاتره اللي عندنا بيواجهوا صعوبه في علاجها. فانا حابب اكلمك عن موقع كنز الميد. الموقع ده هو موقع بيوفر لك انك تقدر تتواصل وتحجز مع اطباء من خبرات وكفاءات عاليه ومن اكتر من دوله مختلفه، وده هيسمح لك انك تشخص المرض بتاعك والعلاج بتاعه بكفاءه اكبر وبدرجه عاليه من الاحترافيه. كمان الموقع بيوفر لك امكانيه انك تطلب اي دواء انت عايزه من بره وبيبعته لك لحد باب بيتك، وهتلاقيه سايب التفاصيل بتاعته تحت في اول كومنت او في الوصف بتاع الفيديو. خلينا نخش على القصه الثانيه اللي عايزك تركز في كل تفاصيلها لان الموضوع متشابك ومعقد جدا فيها. في يوم 24 يونيو سنه 1986 طفل اسمه يوان بيدرو من اسبانيا وعمره 10 سنين بيشد حزام الامان وبيركب عربيه النقل التقيل بتاعت ابوه وبيطلع رحله كان مفكر ان هي هتبقى امتع رحله في حياته، ولكن الامر بعد كده هيتحول لواحده من اكبر الكوارث والالغاز اللي حصلت على مر التاريخ. ابو الطفل يوان كان سواق نقل تقيل، كان بيركب مقطوره لونها احمر كبيره، والمفترض ان المقطوره دي بتحمل وبتشحن حاجات من حته لحته ثانيه بعيده في الدوله، وكان عند طفل صغير عمره 10 سنين اسمه يوان، وكان من احد احلامه ان هو يركب العربيه دي ويروح في واحده من رحلات الشغل بتاعت ابوه، ولكن ابوه كان دايما بيرفض، لحد ما في السنه دي يوان بينجح في المدرسه وبيجيب درجات عاليه، وكنوع من المكافاه اللي ابوه عاملها له قرر ان هو هيطلعه رحله معاه وهيروحوا الساحل الشمالي اللي عندهم، وده لان يصادف ان المكان اللي هو هينقل ليه الشحنه اللي جايه موجود هناك. وفعلا الاسره اللي هي مكونه من الاب والام والابن بيحضروا نفسهم وشنطهم وحاجاتهم، وابوه بيركب العربيه اللي هي المقطوره اللي هيسوقها، وبعدين بيبتدي ان هو يرجع ويظبط الدنيا عشان يلحمها في المقطورات اللي هو هيشدها ويطلع بيها الحموله بتاعته يعني. ولما بيبتدي ان هو يطلع على الطريق والعربيه تستقيم معاه في المشي بيشغل كاسيت عليه اغنيه ابنه المفضله، والولد بيكون قاعد ورا ومعاه الالعاب بتاعته ومبسوط جدا بالرحله. بيكملوا الطريق بتاعهم لساعات وساعات لحد ما بتيجي تقريبا الساعه 5 بالليل وبيوقفوا عند استراحه عشاء، بينزلوا مع العربيه اللي بيخش الحمام، اللي بياكل، اللي بيرتاح وهكذا. وفعلا بعد ما بيخلصوا الوجبه بتاعتهم كلهم بيطلعوا العربيه تاني بتاعت ابوه، ويوان بيرجع ورا وبيسند دماغه عشان هيكمل نوم. ابوه بيكمل في السكه وبيطلع على طريق اسمه سوماسيرا او جبال سوماسيرا، ودي حته موجوده في اسبانيا. المهم ان الطريق ده مفترض ان هو طريق سريع، وبعد مرور 40 دقيقه بالظبط في واحد من السواقين كان ماشي على الطريق، والراجل ده فجاه من العدم بيلاقي عربيه كبيره جدا تريلا جايه وعماله بتزمر بتزمر بتزمر، وفجاه كبست عليه خبطته. الراجل ما كانش عارف يستوعب وكان مفزوع من اللي بيحصل، هو مش عارف يدرك اصلا في ايه. في البدايه حاول ان هو يمسك العجله بتاعت العربيه عشان يوزنها يمين شمال، ولكن الضغط اللي عاملاه التريلا العملاقه عليه اضطرت العربيه انها تخرج عن مسارها ونزلت على شمال الطريق. الحمد لله ان هو ما خبطش في حاجه، والحمد لله ان الحته دي ما كانتش منحنيه قوي فوقعوا من فوق الجبل مثلا. فالراجل قام مفزوع بسرعه وقف العربيه وبدا ان هو يشيك على جسمه وعلى نفسه ان في جروح كسور حاجه، الحمد لله ان هو ما فيش حاجه، ولكن الخبطه بس مخلياه زي دايخ، وكمان العربيه بتاعته غرزت على شمال الطريق. فلما نزل من العربيه وبدا يبص لقى في مقطوره، المقطوره اللي لونها احمر اللي فيها الواد الصغير وابوه وامه، لقاها مقلوبه على جنبها والحموله بتاعتها مميله وقع على الطريق والعربيه متدشمله. فجاه ظهرت عربيه فان اللي هي بتتفتح من الجنب لونها ابيض وجت قدام الراجل ده ووقفت، ونزل من العربيه ست شكلها غريب، وشها ابيض جدا وجلدها شعرها لونه اشقر ميال اكتر اللي نقدر نقول عليه السيلفر، وحتى الرموش بتاعتها نفس الكلام. نزلت مع العربيه بسرعه عماله تقول انت كويس، انا ممرضه عايزني اساعدك في حاجه. فهو لسبب ما حس ان هي لا ممرضه ولا غيره، هو كان شاكك فيها، بس هو الحادثه مخلياه مش مدرك تسلسل الاحداث اللي بيحصل، العربيه دي جت منين ظهرت منين مش عارف. الغريب ان هو لما بص على نفس العربيه دي اللي نزلت منها الست لاحظ ان السواق شبه الست بالظبط، نفس الشكل الابيض بالشعر الاشقر، تحسهم كده التارجيريان في نفسهم. وكمان كان في ست عجوزه قاعده مع
معاهم ورا، والست دي كانت عماله تبص له بغل، نظراتها كانت مرعبه. فهو زي ما قلت لك هو مش مستوعب اللي بيحصل، فقال لها لا انا تمام انا حالتي كويسه، لكن اكيد الناس اللي هناك دول حالتهم مش كويسه، فانت لو عايزه تساعدي فعلا روحي عليهم. هم كانوا على بعد تقريبا 100 قدم منه. فلقى الست ركبت العربيه اللي هي بتقول على نفسها ممرضه وراحت بسرعه عندهم، لقاها اتسلقت وطلعت فوق المقطوره او الكابينه بتاعه السواق يعني، ولقاها فتحت الباب. فهو من بعيد واقف الحافه، هو مش شايف من الزاويه بتاعته اللي بيحصل بالظبط، كمان الموضوع على بعد. فلقاها ان هي زي سحبت حاجه من جوه وبعدين نزلت ركبت العربيه البيضة بتاعتها ومشيت، لا ساعدت حد ولا وقفت جنبه ولا عملت اي حاجه. هو زي ما قلت لكم كانش مستوعب اللي بيحصل. الغريب بقى ان الراجل وهو واقف بدا يشم ريحه بيض معفن، ريحه مقرفه جدا وقويه جدا منتشره في الجو، هو مش عارف الريحه دي سببها ايه. ولكن بعد كام ساعه لما فرق الانقاذ وصلت اكتشفوا ان الحموله او المقطوره اللي كانت محملها العربيه كانت فيها حمض الكبريتيك او اللي احنا بنقول عليه ميه النار. طبعا للاسف الموضوع كان بدا يحوط المنطقه والعربيه اللي واقعه، لان بدا حمض الكبريتيك عمال بيتصاعد في الجو، فالغاز ده بيبقى غاز سام وهياثر على كل الناس اللي واقفه. فاضطر المختصين بسرعه ان هم يلحقوا يعملوا زي تدارك للامر، خصوصا كمان ان الحمض ده كان الكميه الكبيره اللي وقع الاف اللترات، وفي نهر قريب ولو الحمض ده اتسرب له هيتسبب في ان يبقى في تسمم في الميه. فبسرعه جت فرق الانقاذ ومعاه عربيات رمله وبداوا ان هم يكبوا الرمله عشان يردموا الحمض، والموضوع ده طلب منهم ساعات. ولما اخيرا قدروا ان هم ينهوا المهمه الصعبه بتاعتهم طلعوا بسرعه فتحوا المقطوره عشان يشوفوا الناس اللي جوه حالهم دلوقتي ايه، واكتشفوا ان الاب ميت والام ميته، ولكن الطفل ملوش وجود. ابنهم اللي عنده 10 سنين اللي اسمه يوان ما كانش ليه وجود في العربيه. المحققين في البدايه قالوا انه ممكن اللي حصل ان الحمض بتاع الكبريتيك ده نزل على الجثه فسيحها بالكامل واخفى ملامحها، ولكن النظريه دي صعب انها تتحقق لسبب ان اولا الحمض ده هيحتاج ايام عشان يقدر ان هو يحلل الجثه بالكامل، وتاني حاجه ان الجثه لازم تكون منغمسه فيه بشكل كلي مش مجرد شويه حمض يجوا عليها. لما بداوا يفحصوا العربيه وحاولوا يشوفوا العيب كان فين اللي تسبب في الحادثه، لو حاجه غريبه الفرامل البنزين كل حاجه في العربيه كانت شغاله زي الفل، مفيش اي مشكله فيها، مفيش اي حاجه كانت تسمح اصلا بتسبب الحادث او خروج السواق عن السيطره الا لو هو عمل كده بمزاجه. كمان العربيات دي بيكون موجود فيها حاجه اسمها تيكومتر، وده جهاز كده زي ممكن تقول عليه السجل بتاع العربيه، بيسمح لك انك تعرف العربيه دي وقفت كم مره. والخبراء لقوا ان العربيه من الاستراحه اللي هم وقفوا فيها لحد ما عملوا الحادثه بعد 40 دقيقه، الطريق ده المفترض ان هو طريق مستقيم طريق سريع، فانت بتمشي لا يمين ولا شمال ولا بتحتاج انك تقف اصلا. لقوا ان ابو يوان وقف وبطئ السرعه اكتر من 12 مرة لأسباب غير مبررة، خصوصا ان هم لما بصوا على الطريق ما لقوش اي حوادث او عوائق او كماين او حتى اشارات مرور. فايه السبب اللي خلاه توقف 12 مرة؟ وبرغم كل اللي بقوله لك ده فرق الانقاذ لما بحثت في كل حتة لان هم شكوا ان ممكن الواد الصغير يكون طار من الاصطدام، لا كان الجبل قدامهم، جربوا بالكلاب جربوا بكل حاجة ما لقوش اي اثر للولد، وكمان الازاز بتاع العربية كان سليم فهو استحالة يكون طار براه. وهنا بقى قرر المحققين لما فشلوا ان هم يلاقوا الطفل ان هم ينشروا الصور بتاعته كشخص مفقود في جميع انحاء اسبانيا. وعلى مدار الاسابيع والشهور اللي جايه في ناس كتير قوي بتبلغ على ان هم شافوا الطفل ده، ولكن كل مره الشرطه بتوصل بسرعه بيكون الطفل اختفى. وبعد مرور سنه كامله كان في مدرب سواقه قاعد في المكان بتاعه اللي مفترض مخصص للشغل، وفجاه بتخش عليه ست كفيفه ومعاها طفل تقريبا عمره حوالي 11 سنه، بيقول لهم اقدر اساعدكم في ايه؟ فالست بتميل على ودن الواد الصغير وبتبتدي انها تهمس بكلام هو كان سامعه، هو سامع هي بتقول ايه بس ما كانش قادر يفهم، ولكنه استدل ان اللغه اللي هي بتتكلمها هي اللغه الفارسيه ودي اللغه اللي بيتحدثوا بيها في ايران. ولقى الطفل بدأ هو يتكلم بعد ما الست وشوشته في ودنه وكان بيتكلم اسباني بطلاقة. فالطفل سأله قال له عايزين نعرفه مكان السفارة الامريكية فين، فبدأ يوصف لهم الطريق كده كده امشي كده تمام، شكروه وخلاص طالعين من الباب. فالراجل كان قاعد حاسس ان هو شاف الطفل ده في حتة بس مش قادر يفتكر فين، فضل يعصر دماغه ويعصر دماغه لحد ما قال لهم ثانية واحدة، نادى عليهم قال لهم تعالوا كده ثانية، قال له انت عايش هنا بقالك قد ايه؟ فالطفل فجأة كده خاف وترعب وتشنج، ما كان حاسس ان هو اتوتر، قال له في ايه انا ما سألتكش عن حاجة يعني وحشة؟ فالطفل قال له انا بقالي 6 شهور انا عايش في اسبانيا بس. فبعدين الراجل افتكر هو شاف الطفل ده فين، قال له طب خليك عندك ثانية، ودخل بسرعة للأوضة بتاعته اللي جوه وبدأ يدور كده في المنشورات وطلع منهم منشور اللي كان عليه صورة الولد، وعرف ان ده الواد اللي مفقود، افتكر دلوقتي هو شاف صورته فين. فبسرعه اخذ المنشور في ايده عشان يطلع يقول له الحق دول بيدوروا عليك، ولكنه لما طلع كان الطفل الصغير والست العجوزه العاميه اللي معاه هما الاثنين فص ملح ودابه. الراجل فتح الباب بسرعه وطلع يبص عليهم في الشارع وينده، ولكن خلاص كان الموضوع انتهى وهم اختفوا، ودي كانت اخر مره يتشاف فيها يوان. حتى يومنا هذا القضيه دي ما اتحلتش، ولا تعرف سبب الوفاه كان ايه، ولا تعرف سبب الحادثه كان ايه، ولا مين هم الناس اللي جم بالعربيه البيضه او اخذوا ابن العربيه، ولا الطفل راح فين. الجدير بالذكر ان هم وهم بيدوروا في عربيه الاب
لقوا بواقي المادة الهيروين، فساعتها اشتبهوا ان ابوه ممكن يكون كان متورط مع تاجر مخدرات وهو اللي بعت حد وتسببه في الحادثة ديت عشان يخلص منه. ولكن ابو يوان كان راجل معروف عنه نزاهة، ما عندوش اي سجل اجرامي، وكمان الكمية اللي لقوها دي كانت بواقي، يعني هم ما لقوش لما دوروا في شقته ما لقوش اي حاجة تدل على ان الراجل ده بيتعامل مع تجار. ولكن دي كانت واحدة يعني من النظريات اللي طلعت وقتها. برضو ليه رأيكم ايه في الكومنتات، وايه اللي ممكن يكون حصل للولد؟ وفي النهاية لو عجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش انك تشترك في القناة وتعمل متابعة انت على الفيس وتعمل لايك للفيديو، ده بيساعده يا جماعة ان هو ينتشر، كأنك بتقول للمنصة ان الفيديو ده كويس فرجحه الناس اكتر، او بعته لصاحبك اللي بيحب قصص الرعب من النوع ده. في النهاية ريت ما ننساش اخواتنا في لبنان وفي سوريا وفي كل الدول العربية، والله بان ربنا يا رب يحميهم وينصرهم. كان معكم محمود زايد، سلام.